مشروعنا هو آلة قص وتشكيل الصفائح المعدنية. هلأ بأي ورشة ميكانيكية بيتطلب عنا وجود هذا النوع من هدول الآلات، لأنه ممكن يكون في عنا صفائح بتكون بأبعاد كبيرة، فنحن من خلال هاي الآلة بنقدر أنه نتحكم بالأبعاد اللي نحن بدنا إياها عن طريق الأشكال المستقيمة أو منحنية. هلأ هاي الصفيح نحن نشغل الآلة. الآلة بتنعكس اتجاه دورانها، في عنا بهذا الاتجاه ممكن نقص بالاتجاه الآخر. طبعا هذا كهربائيا، ممكن نحن نستعمل الزراع، نركب هون الزراع بصير ميكانيكيا يدويا بتشتغل. الآلة موجودة برا البلد بكلفة 5000 دولار، إذا فكرنا نطلبها غير تكاليف الشحن. نحن قدرنا نصنع هاي الآلة ضمن مخابرنا بكلفة ما بتتجاوز 5% من التكلفة الحقيقية.